الرجال، وأرجو أن لا يستمع النساء لهذا الباب لهذه المسألة، هذا سر بيني وبين إخوان الرجال. مما اكتشفه أذكياء العالم وعباقرة الدنيا في حل المشاكل الأسرية، أن المرأة إذا غضبت فعليك أن تستسلم وأن تنصت لها فقط، ولا تحضر أي حجة ولا تحاول تجيب. هذه أنا كتبتها مقالة في الشرق الأوسط اسمها وصفة سحرية للحياة الزوجية. قال يقول أحد العقلاء والحكماء، فتأتي فتنصت لها فتستمع فتقول اتركها ساعة أو أكثر. حتى الدكتور طارق له مرة كلمة في الحوار سمعته يقول ينبغي إذا حاول رجل زوجته أن يغلق التلفزيون أو أي نشاط آخر، وأن ينتبه له وتنتبه له، وأنا أزيد على ذلك أن لا يحاول، لا يرد أبدا ولا يجيب أبدا ولا يأتي بحجة، وإنما يقول أصبت وصدقت فيما قلت وأتوب إلى الله وأستغفره. قالوا فإذا قلت لزوجتك وهي غضبانة يمكن هي مخطئة 100% وأنت صفر، فقل صدقت الخطأ خطأي ولا يسلم من الخطأ أحد، ونحن بشر، وأرجو أن تعتقي رقبتي لوجه الله هذا اليوم وأن تسامحيني. فقالوا ففي الحال سوف تتحول فتبرر أخطائك وتعتذر لك وتطلب منك السماح ويصلح الحال. أنا لا أقول أن هذا يعني قضية استغفال لأي طرف من الأطراف، لكني قضية أنه أنا شيخ من مشايخ الأزهر لا زال حيا، قرأت له مقابلة في صحيفة، قال كيف أنت وزوجتك؟ قال أنا لي 35 سنة مدري أو أكثر يمكن، والله ما اختلفت معه في كلمة. قال لماذا؟ قال إذا قالت كلام أنا أسكت، زودت الكلام أنا أخرج من البيت. والله ورجعت إلى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة غفر الله له، دفن أم عبد الله وبكى على القبر، قال والله مكثت معي أم عبد الله 40 سنة والله ما اختلفت معها في كلمة. لماذا؟ لما في أنك ترد على الرد. ولذلك قال أبو الدرداء لزوجتي كما في صدر خاطر الجوز، إذا غضبت أنت سكت أنا، وإذا غضبت أنا فاسكتي. وإذا هذا حل يعني ايضا انتم لا صفقتوا ولا جلستوا. لا انا لا ايد التصفيق ترى والله، بس اني قضيت انا وقف لاني ما ادري برنامجكم فتورطوني فاسكت فتصفقون بضعف، والمؤمن يصفق بقوه. هذه مسألة الحياة الزوجية كثيرة كثيرة فيها أخبار وعجائب، وأنا أختمها بشيء